الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه كلمة بسيطة أهديها لكل المحبين لنا في الله جل وعلا وللصفحة الرئيسية على الفيسبوك لنا بإذن الله جل وعلا ولأعضاء قناة المخلص على اليوتيوب، وهي قناة أعتز بها وأشرف بها، ولموقعي الخاص أيضا وللزغب تي في ولكل أحبة على ظهر الأرض. أقول بالنسبة لمشاعري حينما أتيت البارحة إلى شرم الشيخ، كنت أتصور أن شرم الشيخ يعني تحوي أمورا كثيرا جدا ليست بالطيبة ولا بالمريحة في صدري، وكان التصور عندي يعني على غير ما أحب. لكن سبحان الله رب العرش العظيم، لما أتيت البارحة إلى هذه البلدة ودخلت البلدة بترحاب الجميع ومحبة الجميع، حتى بالنسبة للعاملين في الفنادق وفي كل مكان وفي الأسواق، أتوني يعني عن بكرة أبيهم محبة وتصافحا إلى آخره. ثم رأيت المفاجأة الكبرى حينما اتجهت إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد أعجوبة من الأعاجيب، سواء في التصميم، سواء في المساحة، سواء في الشكل العام، كأنه قلعة دينية، يعني قل أن تجد لها نظيرا في المعمار وفي السعة أيضا. ظننت أن المسجد لا يمكن أن يمتلئ على الإطلاق، لأن صالة المسجد بالداخل يعني تحوي 18,000، يعني بتأخذ 18,000، وفي الازدحام تأخذ 20,000 فما فوق. طب السعة الخارجية تأخذ أكثر من 20,000 أو 30,000. ففوجئت قبل الصعود على المنبر بأن المسجد امتلأ عن بكرة أبي، وبأن الناس بالخارج بالآلاف، وتضاعف العدد في الخارج أكثر مما كان بالداخل. يعني على تقدير الأحبة قالوا أن العدد يعني بلغ 50,000. فما كنت أتصور هذا أبدا في مدينة العريش، والمفاجأة العظمى أيضا في محافظة شرم الشيخ، في مدينة شرم الشيخ، في مدينة شرم الشيخ. والمفاجأة الأعظم أنني كنت قريبا جدا من مقر محمد حسن مبارك، يعني المستشفى التي هو بها يعني يعالج وهو بها سجين، بيني وبينها أمطار، يعني أن السماعات تضرب في هذا المكان وأنه يسمع الخطبة لو كان يريد السماع. ولذلك وجهت الخطبة إليه، ليس على سبيل الشماتة أعوذ بالله من ذلك، ولكن على سبيل أخذ العبر عله أن يتوب، وإن توبته لها شروط أربعة، وعلى رأس هذه الشروط الأربعة رد المظالم وأن يعيد المليارات التي استولى عليه وأولاده إلى آخر هذه الأمور، وحقوق العباد والقتل والتعذيب وكت وكت، يعني أدنى حكم الإعدام في هذه المسألة. خلاصة المسألة أن الرجل كان صوتي يطرق أذنيه، وكانت مفاجأة عظمى أيضا. وسبحان الله هذه البلدة يعني ما كان يستطيع أن يدخلها أحد من أمثالنا على الإطلاق، فمكن الله لي في المكان الذي كان يصلي فيه في المسجد، إذا صلى يعني في العيد كان بروح يصلي في هذا المسجد. فصعدت أنا المنبر بإذن الله جل وعلا وأنا عبد ذليل ضعيف لله جل وعلا، وكان هو كما شرحت. وأسأل الله جل وعلا أن يمكن للمسلمين جميعا. وأريد أن أختم الكلمة بقول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.